فرحتنا كبيره جدا بتاهل النادي الاهلي للمربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا. مهم جدا جدا كمان ان احنا نحيي كل واحد في الفريق وعلى راسهم بيتسو موسيماني اللي الحقيقه يعني كان مثار لبعض الانتقادات في الفتره الاخيره. البعض من الناس كان عنده شويه تحفظات فيما يتعلق ب يعني خطط بيتسو موسيماني، تغييراته وتبديلاته الى اخره، لكن الحقيقه هو اثبت في نهايه المطاف انه مدرب محترف دايما بنلاقيه بيعترف باي اخطاء ان وجدت ودايما بيسعى لتصحيح هذه الاخطاء. امبارح بيتسو موسيماني قال حققنا هدفنا بالتاهل، اخذنا قرارات سيئه في بعض الاوقات، سان داونز استحوذ على الكره اكثر مننا ولكن الاستحواذ لا يعني تحقيق الفوز. واشار كمان ضمن مجمل كلامه الى ان فكره الحديث عن وجود ثغرات في دفاع النادي الاهلي هي شيء غير صحيح بالمره. قال نحن سجلنا 3 أهداف في مرمى سان داونز، اذا من هو الفريق الاضعف دفاعيا؟ كلام منطقي جدا من موسيماني، طبعا بنحييه مره ثانيه على جهده وبنحيي كل اللعيبه وكل الجهاز الفني. يعني انا تابعت امبارح، عايز اقول لك المؤتمر الصحفي، وفعلا زي ما انت قلت كلام محترم جدا برضو موسيماني قاله. فكره كمان الحديث عن الاستحواذ تحديدا اعتقد ان هي يعني منطقيه جدا، مش معنى ان انت تبقى مستحوذ على الكره يبقى انت هتفوز، وفي نفس الوقت ممكن تكون خطتك اصلا، وده اللي كان اعتقد التركيز عليه ان احنا كنا بندافع اكتر ما بنهاجم، لان احنا اوريدي يعني ضامنين الى حد ما يعني المباراه، ولكن احنا عايزين نحافظ. فاحنا كنا بنتكلم ان احنا عايزين ندافع اكتر، فالاستحواذ عمره يعني ما كان دليل ان انت يعني هتفوز بالمباراه او لا، واكبر دليل زي ما احنا شفنا في المباراه يعني بالامس. لكن احنا لو هنتكلم فعلا كفريق، لا احنا الفريق بتاعنا الحمد لله لعب بشكل محترم جدا، ويمكن في اسماء، وطبعا في الفقره التحليليه مع زميلنا كريم هنتكلم بشكل اكتر تفصيلا، بس في بعض كده العناصر كمان اللي كان ليها دور كبير جدا. مش هنتكلم بس عن ياسر ابراهيم، مش هنتكلم بس عن الشناوي، لا ممكن نتكلم كمان عن رامي ربيعه والعوده القويه جدا يعني بعد غياب بسبب الاصابات اللي كانت يعني عنده الفتره اللي فاتت، لكن عودته كانت اكثر من رائعه بصراحه، شفنا ده جدا، وكان في اعتماد عليه بشكل كبير كمان من قبل موسيماني زي كبلاي ميكر، فاعتقد ان هي كانت مباراه في غايه الاهميه. على كل حال خلينا نكمل او النقطه اللي انت اتكلمت فيها يا كريم وموسيماني، لان هو امبارح برضو في المؤتمر الصحفي تحدث ان هو اتعرض لهجوم، وهو قال كده، قال انا تاثرت لما رايت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب وقلت لنفسي يعني ماذا افعل اكثر من ذلك، قدمت الكثير لفريق سان داونز وعموما انا مستمر في طريقي ولا اريد ان اتحدث اكثر من ذلك، لابد ان استمر في حياتي وهذه هي كره القدم. واضاف كمان ما تركته في جنوب أفريقيا رصيد كبير، وفي يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتي وكيف رحلت عن سان داونز رغم أنني تركت فريقا كبيرا، رحلت بسلام وتصافحنا ولن أتحدث أكثر من ذلك. حقيقة الضغوط اللي شافها يعني خلينا نقول موسيماني الفترة اللي فاتت مش بس من يعني من اللي احنا بنشوفه أو اللي شفناه في سان داونز، لا هي ضغوطات كتيرة جدا هنا كمان في الداخل، لكن يعني زي ما موسيماني قال هي دي كرة القدم، وهو ده دايما اللي بيحصل، يعني ما بيبقاش فيه رضا تام عن اي مدير فني، ما بيبقاش فيه يبقى فيه رضا تام عن كل المباريات، دايما الجمهور بيبقى عايز فوز ورا فوز ورا فوز، ربما ده بيكون يعني ما بيحصلش لاي فريق في العالم، ولكن دي بتبقى او ده بيبقى العشم يعني. يعني زي ما بقول لك كده، قدر اي حد بيدرب فريق كبير انه بيتعرض دايما للانتقاد ودايما تحت الاضواء ودايما بتلاقي في وسط الجماهير حتى لو اغلب الجماهير راضيه ومرضيه لازم يطلع لك كل شويه حد مش عاجبه اللي بيحصل، مع ان اللي بيحصل ده ممكن يبقى اكتر من ممتاز، لكن في ناس ما بيعجبهاش العجب، فده قدر بيتسو موسيماني، والحقيقه ليه حق الى حد كبير انه يزعل، لان هو ما تنسيش برضه ان الراجل ده مش بس قضى فتره لطيفه جدا مع سان داونز وكمان ليه ايادي بيضاء كتير مع الفريق، فالماتش ده كان ليه حساسيه شديده جدا، وبرضه كالعاده التعصب موجود في كره القدم كما عهدناه، ونتمنى ان هذا الامر ينتهي. بس انت عارف يا كريم برضه، لان الناس لما امبارح قالت الكلمه دي في ناس كانت كتير بتعلق بيقول لك ده مش الجمهور هناك، يعني الناس هناك مش بالاخلاق دي، وده اللي قاله برضه وباكد مع حضراتكم امبارح موسيماني لما كان بيتكلم، قال انا على علم بمن هو وراء هذه الفوضى او يعني اللي حصل ده، هو اتكلم ان هو على علم، فربما الموضوع يكون حسابات شخصيه، لان انا بقول لك هناك الناس مش كده يعني. هم ما كانوش كتير على فكره، ان كان في صوره انتشرت من امبارح للنهارده على السوشيال ميديا، المفروض ان دي سكرين شوت متاخده من فيديو صورته زوجته لو انا مش غلطان كانت متواجده معاهم في الاتوبيس او شخص ما
كان موجود معاهم في الاوتوبيس، وشفنا من خلالهم شويه ناس لابسين التيشيرت الصفراء بتاع فريق سان داونز، لكن ما تقدريش تعرفي بقى الناس دي فعلا ماجوره موتوره ولا مشجعين متعصبين. بالظبط هو ده اللي قاله موسيماني، يعني هو بيقول ان انا على علم من وراء، وعلى كل حال احنا هننتظر، بس مهم ان احنا زي ما هو قال حتى في المؤتمر الصحفي احنا هننظر لما هو قادم، لسه قدامنا شوط كبير جدا. يعني كان في كمان رساله مهمه جدا توجه بيها موسيماني بالامس، رسالته الموجهه لجمهور النادي الاهلي، قال لهم بالنص: اشكركم على الدعم واطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، وقد توجنا معا بلقب دوري ابطال افريقيا العام الماضي، والنهارده احنا وصلنا مع بعض لنصف نهائي البطوله، وبنركز حاليا على كاس السوبر الافريقيه. وطبعا زي ما الاهلي بيعمل دايما، ده كلام موسيماني، احنا دايما بنقفل صفحه مباراه وبنفكر في المباراه اللي بعدها، وده اللي بيحصل حاليا، وتفكيرنا حاليا منصب على مباراه السوبر الافريقي، مباراه مهمه للنادي الاهلي طبعا امام نهضه بركان.